السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين إلى الطبعة الأولى. بداية جولتنا في الصحف العالمية ستكون من ألمانيا، حيث أبرزت صحيفة بيرلد أن صفقة خامس رودريغيز تكشف عن ذكاء بايرن ميونخ. الصحيفة كتبت بتعاقده مع خامس رودريغيز زاد بايرن ميونخ من قوة فريقه بلاعب محبوب يتميز بخطورته أمام المرمى، حيث أظهر عقد الاستعارة من ريال مدريد مدى الذكاء والعقلية التجارية الناجحة لإدارة الفريق البافاري. وبناء على معلومات الصحيفة الألمانية فإن مبلغ الإعارة هو 10 ملايين يورو، وإذا ما رغب بايرن في شراء اللاعب فعليه أن يدفع 35 مليون يورو، مضيفة أن تلك الزيادة في جودة الفريق تأتي الآن عبر لاعب متميز بناء على رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وفي إسبانيا نطالع في ماركا المدريدية، فيتولو يصدم إشبيليا. الصحيفة ذكرت أن لاعب إشبيليا فيتولو شوهد في مدريد بعدما أعلن النادي الأندلسي وافقته على تمديد عقده حتى 2022. وبثت صحيفة فيديو يظهر فيه فيتولو في باراخاس بمدريد يرافق والده ومارغاريتا غاراي المديرة في الشركة التي تمثل اللاعب من أجل إجراء مفاوضات نهائية مع أتلتيكو مدريد بشأن الانتقال إليه. إلى صحافة البريطانية، حيث تكشف غصان لقرائها مفاجأة بشأن مستقبل إبراهيموفيتش. اليومية كتبت أن عملية تعافي إبراهيموفيتش من الإصابة تسير بشكل سريع، ومن المتوقع أن يوقع عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد. وأوضح غصان أن مسؤول الجهاز الطبي في مانشستر يونايتد مندهشون من سرعة تعافي اللاعب السويدي، وتوقعت أن يقدم مدرب الفريق جوزي مورينيو عقدا قصير الأمد للاعب يبدأ في أكتوبر تشرين الأول المقبل ويمتد حتى نهاية الموسم الجديد. وأضافت الصحيفة أن هناك دليلا جديدا على تفكير مانشستر يونايتد في الاستعانة مجددا بهدافه السابق، حيث طلب لوكاكو من إبراهيموفيتش التخلي له عن الرقم 9 رغم أنه لا يحتاج موافقته لأنه ليس لاعبا في صفوف الفريق. جوكوفيتش ينتقد أرضية ملاعب ويمبلدون، عنوان تطلعنا بيومية غارديان البريطانية. اليومية قالت إن النجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش اشتكى من وجود حفرة بالملعب الرئيسي لمنافسات ويمبلدون للتنس بعد فوزه على أدريان مانارينو ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة. وتابعت غارديان أن جوكو أبلغ الحكم بوجود مشكلة في أرضية الملعب، ونقلت اليومية عن المصنف الثاني في البطولة قوله: لأكون صادقا، الملاعب ليست رائعة هذا العام ويشعر العديد من اللاعبين بنفس الأمر. والكلام لجوكوفيتش. موجز الأخبار من بين سبورتس الأخبارية في قطر، أهلا بكم. أعلن نادي ميلان تجديد عقد حارس مرمى جانويجي دوناروما حتى صيف 2021. وصف النادي في بيان له تجديد عقد دوناروما بأنه خبر جيد لميلان والأنصار والحارس على حد سواء. ولم يشر بيان ميلان إلى التفاصيل المالية للعقد، لكن تقارير إعلامية قدرت الراتب السنوي الجديد لدوناروما ب6 ملايين يورو. أعلن بايرن ميونخ ضم الكولومبي خامس رودريغيز لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسمين. الخبر أورده الموقع الرسمي للنادي البافاري الذي أكد تواصله لاتفاق مع الريال يقضي بحصوله على خدمات اللاعب الكولومبي على سبيل الإعارة مع أحقيته في الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة في يونيو 2019. ومن المفترض أن يوقع خامس على عقد انتقالي إلى بايرن ميونخ عقب اجتيازه الفحص الطبي. هذا وانتقل اللاعب البالغ 25 عاما إلى ريال مدريد قادما من موناكو عام 2014، وخاض معه 111 مباراة سجل خلالها 36 هدف. خاض الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو أول حصة تدريبية مع فريق الجديد مانشستر يونايتد. لوكاكو وبعد إنهاء إجراءات انتقاله من فريق إيفرتون إلى المان يونايتد أجرى حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريق الشياطين الحمر ومدربه السابق في تشيلسي جوزيه مورينيو. الحصة التدريبية جرت ضمن المعسكر الذي يجريه الفريق بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث يستعد لخوض منافسات كأس الأبطال الودية. Delighted, excited,
سعيد ومتحمس للغاية، ولا يسعني الانتظار كي أبدأ مع الفريق والمدرب صفحة جديدة في حياتي. ما دفعني للتوقيع لمانشستر يونايتد هو تاريخ النادي العريق، شغف الفريق دائما وتطلعه للفوز بالبطولات، وهو ما أريده وأسعى إليه. وبالنسبة إلي هذه فرصة رائعة لا يمكن أن تتردد عندما تأتيك من ناد مثل مانشستر يونايتد. كنت حريصا على انتهاء عملية انتقالي قبل بدء الموسم الجديد، وأشكر وكيل أعمالي وفريقي السابق إيفرتون على المساعدة في ذلك. فالآن باستطاعتي أن أتعرف وأتأقلم مع اللاعبين. سبق لي العمل مع المدرب، لكن هذه بمثابة بداية جديدة أتطلع إليها بكل شغف. وصل فريق أرسنال الإنجليزي إلى مدينة سيدني الأسترالية، حيث سيخوض مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد. الفريق اللندني حظي باستقبال كبير رضا وصوله إلى مطار سيدني بقيادة مدربه الفرنسي أرسن فينغر، ومدججا بأبرز نجومه وعلى رأسهم الوافد الجديد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي سيخوض أولى مبارياته مع الجانرز في مواجهتي الفريق مع قطبي سيدني، سيدني أف سي وسيدني واندررز. أكد أرسن فينغر أنه لا توجد أي تأكيدات بشأن مدة بقاء تشيلياني أليكسيس سانشيز مع الفريق، مشيرا إلى إمكانية بقائه لوقت أطول مع الجانرز. عليك التفكير بالطرق الأمثل لإدارة لاعب يخوض آخر موسم له مع الفريق ودفعه على تقديم الأفضل. لا أحد يعلم إذا كان سانشيز سيلعب آخر عام في عقده الموسم المقبل، لأنه يمكنه أن يمدد عقده معنا مع بداية الموسم أو خلاله، لذلك ليس بالضرورة أنه سيخوض آخر مواسمه مع أرسنال. بلغت الإسبانية غاربينا موغوروثا نصف نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها على روسيا سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين دون رد. تمكنت موغوروثا المصنفة 14 في البطولة من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، لتعود اللاعبة الإسبانية وتنجح في إنهاء المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة. من جانبها حجزت الأمريكية المخضرمة فينس ويليامز مقعدها في المربع الأخير بفوزها على لاتفيا يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين. خبرة فينس المصنفة 11 عالميا كانت واضحة في المباراة منذ البداية. لتحسم المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، وصلت ابنة 37 تفوقها وإن بصعوبة في الثانية لتنهيها بسبعة أشواط مقابل خمسة، مقصية بطلة رولان كاروس. عند الرجال بلغ صربي نوفاك جوكوفيتش ربع النهائي بفوزه على الفرنسي أندريان مانارينو بثلاث مجموعات دون رد. المباراة التي كان من المفترض أن تلعب يوم أمس بدأها المصنف الرابع عالميا بقوة حين أنهى المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين. شهدت هذه المجموعة توقفا بسيطا بسبب آلام تعرض لها نوفاك على مستوى الكتف قبل أن يستكمل اللعب، غير أنه عانى قليلا في المجموعة الثانية التي حسمها بسبعة أشواط لستة قبل أن يؤكد جوكوفيتش تفوقه في اللقاء بنهائي المجموعة الثالثة بستة أشواط لأربعة ليضرب موعدا مع تشيكي توماش بيرديتش في ربع النهائي. أهلا بكم مشاهدينا. توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع بايرن ميونخ يقضي بانتقال الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا إلى بطل إيطاليا. فبحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، توصل الفريقان إلى صيغة تقضي بانتقال كوستا إلى اليوفي على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو، مع إجبارية الشراء مقابل 40 مليونا تدفع خلال عام واحد. وبحسب المصادر نفسها، فإن بايرن ينوي التعاقد مع خامس رودريغيز نجم ريال مدريد من أجل تعويض كوستا. أعلن أنخيل أرو رئيس نادي ريال بيتيس أن نجم الفريق وأفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما داني سيبايوس سينتقل إلى ريال مدريد. وقال أرو في تصريحات له إن اللاعب لديه اتفاق مع ريال مدريد، لكن الاتفاق بين الناديين لم يكتمل وقد ينتهي في أي لحظة. وكشف أرو أن ريال مدريد عرض 18 مليون يورو على الرغم من وجود بند فسخ عقد بقيمة 15 مليون يورو، وذلك خوفا من تقديم برشلونة لعرض أيضا. ووصل رئيس ريال بيتيس تصريحاته معترفا برغبتهم في استمرار سيبايوس، لكن النادي لن يعتمد على لاعب واحد وأن النادي سيعوضه بآخر، مضيفا أنه لا يوجد في الفريق لاعب لا يمكن استبداله بآخر. هذا وقدم ريال مدريد مدافعه الجديد الفرنسي تيو فرنانديز لوسائل الإعلام والأنصار.
وكان بطل إسبانيا وأوروبا قد تعاقد مع تيو ذي 19 عاما قادما من غريمه أتلتيكو مدريد في عقد يمتد لستة مواسم وبمبلغ يصل إلى 28 مليون يورو بعد أن تألق الظهير الأيسر الفرنسي في صفوف ألافيس خلال الموسم الماضي. أنا جد سعيد بتواجدي هنا في أفضل نادي في العالم. أنا هنا لأتعلم من أفضل اللاعبين في العالم. لأتعلم أيضاً.